هاي شو مسوي لها للبار؟ انت تشوف الذوق استاذ قحطان؟ اه لا لا هسه بدي افهم الترميم بهذا الباب شنو؟ شو لا يده لا نرماده لا كيلون لا قفل. اي وعادي ترى عنده استعداد ترى يخلي لك برده بمكان الباب اذا ما يعجبك الوضع. اذا مطي 10 ملايين اصلا ما يلحق يجيب لهم حانوت ما يكفل. حانوت ما يكفل. لفات فلافل ما يكفل. تفضل. اعطوني الصوره اللي بعدها. هاي شنو؟ هاي مدرسة مترممة يا محافظ، العفو مدير تربية محافظة النجف. هاي مدرسة مترممة بتسعين مليون؟ هاي مدرسة مرممية بتسعين مليون؟ اعطوني اللي بعدها. خلي المشاهد يشوف. اي اعطوني بالمناسبة اسم المدرسة. لحظة شباب، خلي أستاذ علي يقول. نعم. اسم المدرسة مدرسة البيعة الكبرى بالمناسبة. هاي اسم المدرسة مدرسة البيعة الكبرى. البيعة الكبرى فوقها. نعم. طيب حلو زين. خلي لا شوف خلي هذا الفيديو استاذ قحطان. نعم لحظة من يم المدرسة هذا الفيديو. نعم. خلي سيد مقتدى وخلي التيار الصدري كله يشوف هذا ملف صغير جابه علي فاضل لملف فساد في تربية النجف. يا سيد مردان تربية النجف خلي يسمعون قيادات التيار الصدري، خلي يسمعون أعضاء البرلمان اللي لابسين شفن وطابين للبرلمان. هذا أصغر ملف فساد واحد من أتباع التيار الصدري مو إحنا دنقول. تمام؟ انطوا هاي المدرسة بعد الترميم. تفضلوا. لا شوف الأرضية بعض الرحلات. بعض السقف. هاي شنو هاي؟ هاي داقة حديد. لا لا حديد. هذا الترميم. هذا الترميم؟ اي هذا. زين انت قلت لي اللي الموظفة او المعلمة اللي سوت هذا الموضوع وجابت هاي الوثائق ودزت على المقاول تحاسبه سووا لها. انا اقول لك اقرا اول وثيقة. انطوني اول وثيقة شباب بالملف. نعم. أمر إداري بناء على ما جاء بتوصيات اللي هي أمر إداري. نعم كمل أنت أستاذ قحطان. تفضل. أول مرة أمر إداري الموضوع طبعا فتحة وتحقيق. نتيجة التحقيق بناء على ما جاء بتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الإداري بتاريخ 25/12/21 للتحقيق في التجاوز الصادر من قبل معاونة مدير معاونة مدرسة التتويج السيدة علياء عباس سهيل حيث تقرر إعفاؤها من منصبها. ليش؟ مردان عبد زيد. ليش إعفاؤها من منصبها؟ العام. ليش إعفاؤها من منصبها؟ معاونة. إيه يعني إعفاؤها من منصب المعاون. إعفاؤها.